خارج وفي هذا المجمع الاقتصادي الضخم، وشفنا فيه الشراكة المربحة، وهذا مثال نعمل على أنه يتعمم على المستوى الوطني. لما يكون عندك 300 شاب في يتكونوا في إطار تأهيل، هذا مع هذا هذا معناه بأنه دخر لتنمية الاستثمار الوطني. هذا وقد أشرف السيد الوزير بهذه المؤسسة على مراسم توقيع اتفاقية تكوين وتأهيل العمال ليعلن عن إنشاء مركز متخصص في الطاقات المتجددة يكون في خدمة الاستثمار.